زينب، رح نبدا فقراتنا الصباحيه لليوم مع عالم الطفوله، ولنتحدث اكثر عن السؤال التربوي الذي دائما يطرح نفسه، عندما نتحدث عن تربيه الاطفال، تربيه الاطفال هل هي مسؤوليه الاب او الام؟ اكيد، ويمكن السؤال الاكثر شيء بيسالوا الام والاب انه مسؤوليه الطفل هي شراكه، يعني هل هي بالتساوي ام هي علاقه؟ لا، انه على الام يمكن الحمل الاكبر او العبء اكبر. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن اول شيء اعباء تربيه الطفل، كيفيه التعامل مع الام والاب، وايضا بالنسبه للطفل هل يكتسب الطباع من اهله؟ رح نعرف هذا الشيء من الاخصائيه الاجتماعيه رولا بريمو. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلين فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي مدام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، بيشغل كل العائله، بس يجي طفل جديد على العائله بيصير دائما حوارات بين الاب والام انه هذا الطفل من مسؤوليه مين. تمام. والشيء متعارف عليه دائما الاب بيبتعد. خلينا نحكي، هل يحق له الابتعاد عن دوره التربوي؟ هلا خلينا نضيء اول شيء انه في العنايه بالطفل وفي تربيته، يعني العنايه بالطفل من ماكل وتنظيف وهدول الشغلات، والتربيه اللي هي تربيه نفسيه واخلاقيه. هلا الاثنين هي مشاركه. نحن للاسف بمجتمعاتنا الذكوريه خلينا نقول دائما العنايه بالطفل هي مسؤوليه الام بشكل كامل، واذا انتبهنا على التقرير، حتى التقرير اللي مرق هلا كان عم يخاطب الام، هو بالحقيقه مشاركة بين الاثنين، يعني المفروض المسؤوليات تكون بين الاثنين، بس هي ما رح أقول بالتقاسم، بالمشاركة. هلا أول 3 أشهر من عمر الطفل العناية بتكون الكبيرة للأم، هي متفرغة حتى ولو كانت موظفة فهي قاعدة بالبيت للابن. بس هون بتجي فكرة إنه اهتمام الأب بابنه بتعطي نوع من العلاقة يلي كتير متميزة. علاقة الأم بابنها من لحظة اللي بيكون ببطنه، بينما الأب بالنسبة له مختلف الموضوع، يعني نوع العلاقة بتبقى غير علاقة الأم بالطفل، لذلك بتجي هون عنايته بالطفل بتعمق أكثر علاقته فيه، وبيحس بوجوده أكثر، والطفل بيحس بنفس الدفء، يعني الطفل بيتعلق بأمه من ريحتها، وقت بصير الأب كمان هو شريك بهذا العمل، كمان تعلق الطفل بأبوه بيصير أكثر. إذا العناية الجسدية بالطفل ما رح أقول مساواة أبدا، لأنه في كتير أعباء بتكون على الأم لأنه هي متفرغة، بس لازم للأب يكون في دور مشاركة. نعم. إذا بتحبوا نحكي هلأ على الأمور التربوية، التربوية قولا واحدا مشاركة بين الأم والأب. نحن نحكي عليها مدام رولا، لكن قبل دائما السؤال اللي بتسأل، هل بيتكامل دور الأم والأب بتربية الأولاد والعناية بالأولاد، وخاصة إذا كانوا يعني جداد أول ولد عندهم، لأنه تكرج معهم بعدين؟ تمام. هلا اذا بيتساوى يعني. هلا التكامل معناتها انه انا عندي مسؤوليات والاب عنده مسؤوليات. هلا لا، هي ما لنا تكامل بشكل كامل ولا تساوي بشكل كامل، يعني نحن ما بنقسم، لازم تكون مشاركه في شغلات. مثلا نحن الاب انه ابدا ما بيفكر ممكن انه تكون مهمته، بس هي بالحقيقه مهمته، فلذلك شيء من التكامل وشيء من التساوي. انا ما بقسم التربيه انه الاب يجيب المصاري والأم لتربي، هي مانا هيك العلاقة بالبيت. لا، الأب مسؤوليته ياخد ابنه ويطلع معه مشوار وينزل هو وياه، وما رح أقول إنه ينزل يشتري له، لأنه هي أسوأ نقطة بالتربية، إنه نحن دائما بنربط علاقتنا بابننا إنه نجيب له أكلات طيبة أو نشتري له ألعاب، هو مانا هيك. أنا بدي مضي وقت مع ابني، إني بدي ألعب معه، بدي أنزل أتمشى، بدي ألعب رياضة، أنزل على الجنينة أنا وياه، طلعه على الزحليطة، فهي كتير مسؤولية الأب. أكيد. فهون مو هي الطلعه برات البيت بس للاب بدون الام، يعني هي هون الفكره انه لا تكامل بشكل كامل ولا تساوي بشكل كامل، شيء من الاثنين. طيب مشاركه. خلينا نعطي بعض الامثله يعني من الواقع، من الشيء اللي عم نعيشه، عن يعني مو مثل ما قلتي مو تساوي، عن تكامل العمليه. تمام. التربويه بشكل صح. خلينا نحكي. تمام. امثله من واقعنا. من واقعنا انه مثلا الطفل خلصت انا عنايه فيه، العنايه بالطفل جزء
جزء كتير لحاله والتربية لحالها. فأنا اعتنيت بالطفل، حممته، طعمته، واجباته، خلص هلا بدي بلش مرحلة اللعب. فأنا بدي ألعب مع ابني، الأم بدها تلعب والأب بده يلعب. مثلا فترة النوم، القصة تبع قبل النوم، يوم الأم بتحكي له القصة ويوم الأب بيحكي له القصة. لاحظوا أنه القصة اللي رح تحكيها الأم بتتسم بالرومانسية أكثر وبالعلاقات الإنسانية أكثر، الأب رح يحكي قصة واقعية أكثر، والابن محتاج للاثنين. معناتها وقت الأم يوم بتحكي قصة ويوم الأب بيحكي قصة، عن جد بيصير هون تكامل. فهو وصلته الأفكار الأخلاقية والتربوية بشكل متكامل بين الأم وبين الأب. يعني تفضلي مدام رؤلاء، يعني دائما الأب أغلب وقته هو برا البيت، يعني ما كتير بيقضي هذا الوقت مع أولاده، حتى لما بده يجي يعني مثقل بهمو بحياته. بتعرفي أنت يمكن وضعك الأسرة السورية، فالعبء الأكبر دائما على الأم، اللي هي بيقولوا لك إذا الأم، حتى جداتنا مثلا، إذا الأم تربايتها منيحة يعني دور على الأم، دور على الأم، دائما العبء الأكبر هو على الأم. كيف معناتها بتساوى هذا الدور، أو كيف ممكن على الأقل الطفل يكتسب من أبوه بما أنه هو الوقت قليل يعني اللي بيقعدوا معه؟ هلا الفكرة القديمة إذا بتتذكروا جداتنا كانت تنصح أمهاتنا نيمي الأولاد قبل ما يجي الأب لأنه هو تعبان. هي أكبر غلطة بالتربية. الأب إذا عن جد جاي تعبان، وهو دائما رح يكون جاي تعبان، ففسحة لعبه مع الطفل هي بتعطيه طاقة إيجابية كتير، وهي قادرة أنه تروح أي طاقة سلبية منه. تخيلوا الأب فايت بكل هالتعب، مثلا بده ياخد دوش، حمل ابنه ودخله معه، فتخيلوا هذا اللعب بالمي والتطبيش قديش استهلك طاقة إيجابية للأب. وقت اللي بيقعد بيلعب معه هو مضطر ما يفكر بأعباء الحياة، هو ترك المشاكل تبع العمل برا وفات تفرغ لينزل لعند ابنه ويلعب هو وياه. فهو كتير هي الربع ساعة نص ساعة بتعطيه طاقة إيجابية كتير. فهو صحيح برات البيت، بس أحيانا هي الفترة بتكون كتير غنية للطفل وللأب. فنحن بناخد من ابننا بقدر ما بنعطي. يعني مفهوم كتير كبير بالتربية إنه نحن منضل منعطي لابننا، هو مو صح. نحن من وقت ما يخلق ابننا بيعطينا كتير سعادة، بس بشكل بدون ما نحسه. يعني أول شيء هو بيحولنا لبابا وماما، والدنيا كلها ما فيها تحولنا غير هو يعطينا هذا اللقب. فنحن عم ناخد منه كتير، فهو بيستحق مننا أنه هذا الوقت يلي نحن نكون عم نلعب، مو عم نعتني، عم نلعب معه. هذا ضروري، يعني لو ربع ساعة نص ساعة باليوم لازم أكيد. الأهل كل يوم يقضوا هالوقت الممتع مع أطفالهم، ممكن بقصة، ممكن مثل ما قلتي تشاركوا نشاطات لعبة مشتركة، لعبة أكيد. تحضير هاي بتبطد العلاقات بالعائلة. خلينا نحكي دائما مثلا بكل عائلة بنسمع أنه في لازم الأب يشد والأم بترخي بالتعامل مع الطفل، خلينا نحكي عن هذا المبدأ، هل هو صحيح ولا لا؟ أبداً أبداً مو صحيح. لازم يكون في بالبيت قانون. يعني هدول من أخطائنا يلي توارثناها، إنه أنا بقول إيه أنت بتقولي لا، لا مو صح. في قانون بالبيت إنه مثلاً بعد الساعة 8 ما بيصير الولد يبقى بالغرفة، لازم يدخل على غرفته. معناتها مو بيروح لعند الأب، مثلاً بنت بتروح لعند أبوها بتقعد بحضنه، بابا خليني شوي بيقول لها أوكي، لا. بعدين بتتحول الأم للشرطي تبع البيت، إنه هي اللي بدها تطبق القانون. لا، بده يكون في رولز بالبيت، في قانون كلنا بنمشي عليه. فما بيصير واحد يقول إيه والتاني يقول لا، لأنه الطفل كتير ذكي وكتير بيستغل هالنقطة، بيصير بيروح بيطلب من اللي بيقول له أوكي. فهي لا، أكيد غلط المبدأ. نعم. أكيد. مدام رولا، يعني شو الفجوة اللي ممكن تصير إذا غاب ركن من أركان المنزل بالتربية؟ بالحقيقة بتصير كتير فجوة، يعني إذا الأم أو الأب. هلأ في شغلة إنه الأم يلي بيغيب الأب عن البيت بتصير بدها تعمل أم وأب، فبتصير كتير حازمة خوفا من إنه يقولوا إنه هي ما عرفت تربي ولادها. ووقت الأب بيكون لحاله بغياب الأم بيصير بدلال مفرط، لأنه هو بيعتبر حاله إنه بده يعوض حنان الأم. بالحالتين بيطلع الطفل في نوع من عدم الاتزان. هلأ ما في حدا بيغطي دور حدا،
ابدا. نحن بدنا نعوده انه هو الشخص الثاني غايب حاضر معنا، يعني بدنا نحكي عنه بالمنيح، وخاصه بحالات الطلاق الخاسر الوحيد وقت بنحكي عن الطرف الثاني هو الطفل. نحن بدنا نحكي عنه بالمنيح، بدنا نحسسه انه هو موجود بالحياه بس هو ما له معنى، يعني ما في حدا بيقدر يعبي محل شخص ثاني. فقدر الامكان نحن بدنا ناخذ دورنا وبدنا نحسسه انه هذا لظروف هو متغيب. تمام. خلينا لكان نحكي عن موضوع كثير مهم، بموضوع الطلاق. دائما بنحس انه الاولاد ممكن يضيعوا، ممكن يعني دائما الناس مثلا تزعل على مثلا الولد اذا اهله منفصلين، مع انه مثلا في اولاد عم يربوا حياه صحيه وحياه طبيعيه وعلاقته مع الاب والام كثير منيحه. تمام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، كيف ممكن نعطيهم تاثير ايجابي للاطفال، يعني اسهل الطرق، يعني ماشي اثر على نفسيتهم ليكبروا ويربوا احسن تربيه وبشكل متزن. تمام. هلا النقطه اللي كثير مهمه هون انه نعرف نفصل العلاقات الإنسانية. أنا ممكن كزوجة أكون سيئة بس أنا كأم بكون كتير منيحة، لذلك أنا يمكن ما صار تفاهم بيني وبين زوجي واضطرينا أنه ننفصل، هذا ما بيلغي دوري كأم ولا بيلغي دور الأب كأب. لذلك أهم شيء بهي النقطة أنه ما ينحكى عن الطرف الثاني، يعني بتقعد الست مثلا مع أم مع بنتها بيسبوا الأب، أو بالعكس الست الثانية بتقعد مع ابنها بتسب الأم، هذا كتير سلبي لأنه بالنتيجة الابن عنده أب وأم ومحتاجهم الاثنين. فإذا حضرتك علاقتك بزوجك سيئة هذا ما بيخليه هو أنه يكره أبوه، ومو المفروض يكره أبوه، بالعكس لازم يحبه. فلازم نفصل أنه نحن كزوجين ما قدرنا نتفاهم، معناتها لا أنا سيئة ولا أنت سيئة، بس نحن سوا ما لنا ظابطين مع بعض. فهي إذا نحن بتصير علاقات الطلاق بهي الطريقة بيربى الولد بشكل جيد، أنه هو ما له علاقة وهو بيحتاج الاثنين. ولاحظوا انه وقت الام كثير بتحكي بشكل سيء عن الاب او بالعكس هو بيكره او ما بيكره الولد ما بيكره اهله، هو بيتضايق من الطرف اللي عم بيحكي، ما بيتضايق من الحكي اللي عم ينحكى، لانه هو الاب رح يكون حنون معه، هو كأب حنون بس هو كزوج ما نو ظابط. فهو الولد بيحس انه امه ما عم تحكي الصدق بعدا عنه، فبتطلع هي الخسرانة، ونفس الشيء الأب بيطلع الخسران. يعني عم نسمع كتير عن حالات كمان خلينا نقول تعنيف من قبل بعض الأهل، خلينا نكون يعني هيك نحكي بالواقع مثل ما عم بصير وعم نسمع، بحال إذا كان في أحد الوالدين كمان عنده هي الحالة من التعنيف، أو يمكن عنده خلفية اجتماعية أدت لأنه يتعامل مع أولاده هيك، كمان قد ايه ممكن يسبب مشاكل هذا الشيء للأولاد؟ وكيف في حدا من الطرفين يكون عاقل يعني يحل الموضوع؟ هلا نحن هي كثير بنشوفها بالروضات، يعني يوم اللي بيجي طفل بيضرب رفيقه فورا نتصل بالام مين متخانق مع مين امبارح، يعني دغري بيعبر، لانه هن وقت اللي بيتخانقوا مع بعض الطفل ما بيقدر انه يعبر، اقصى شيء ممكن يعمله انه يبكي، بس بيجي بعدين وقت بيصح له هو نقطه ضعف قدامه بيمارس نفس الشيء. لذلك خناقاتنا بغرفتنا، يعني اضبط شيء قدر الامكان، طبعا بهالظروف ما عم نقدر نكون مثاليين ابدا، يعني في ضغط وفي ستريس كثير بحياتنا، بس بشكل عام لازم نكون مثاليين، لانه وقت بيتطلب منا هالشيء انه نضبط اعصابنا صدقا هون بتظهر عباره انه الولد بيربينا. تمام. فعلا، لانه نحن مضطرين انه نوطي صوتنا هون ما نتخانق لحتى الولد ما يسمع، فانا ضغطت على اعصابي وضغطت على مشاعري وهي قوه، المره الثانيه فيني اضغط اكثر، ففعلا بصير اقوى، انا بقدر اجل هذا الشجار لوقت ثاني يكون ابني مانو سمعانه. اكيد، بس بدنا نصائح للاهل اللي ما عم بيعرفوا يتعاملوا مع الطفل، مثل ما قلتي كثير من الظروف الصعبه اللي عم نمر فيها، فهذا الشيء عم بياثر دائما على اطفالنا، مثل النفسيه تعبانه او اي شيء، بدنا التربيه الصحيه السليمه للطفل بهي الظروف الصعبه، شو بتنصحي؟ اول كلمه انه نحن بنجيب الطفل ما بنساله، لذلك هو ما له مسؤول عن ظروفنا اللي نحن جبناه فيه، حظه اقل اذا خلق بهي الظروف بس هو ما له مسؤول. نحن قدر الامكان بدنا نتعاون كأم واب، الاب دوره كثير مهم بقدر اهميه الام، وابدا ما انه هو صراف آلي بالبيت لحتى يجيب المصاري، يعني الناحيه العاطفيه اهم بكثير من ناحيه الماده. يعني نحن بنتمنى الكل يكون استفاد من هاي النصائح والمعلومات اللي قدمتي لنا اياها.
إياها. ونتمنى فعلا أن كل أم وأب يعني يطلعوا على أساليب التربية الحديثة، في شغلات ما كانوا يعرفوها أهالينا ويمكن أجدادنا، هلأ صار في عندهم خبرة فيها أكيد. نتمنى يستفيدوا منها. شكرا لوجودك شكراً معنا. شكرا لك. أكيد شكرا لمعلوماتك القيمة، شكرا لكل نصيحة قدمتيها، أكيد نحن استفدنا وكل يلي تابعنا استفاد اليوم.